طبيعه الارض هناك عايزه اقساط قويه جدا صح. لانها فيها حجر فيلي وفيها رمل وفيها طين صح. طبيعه مختلفه في المقطم، وبالتالي اتعمل دراسات لحمايه ميول الجبل صح. ثم صح. دراسه بقى صح. استغلال المنطقه كمنطقه كلها لان هو المستفيد الاول ان احنا نقضي على العشوائيه بالكامل. والنهارده خدنا الجزء الاول من القضاء على عشوائيه الدويقه اللي هي في المنطقه اللي قلنا فيها اللي هي الشهبه وفرعون، وابتدينا كان النهارده ازاله كامله ليها، ودي كانت اخطر المناطق في الشهبه وفرعون. ونقلنا الناس الى اكتوبر كحل مؤقت بحيث انه يبقى برضه بكل التيسيرات نقلوا الى حل، ثم باذن الله يعودوا الى مساكنهم الجديده. احنا عندنا في المنطقه بتاعت الدويقه كام 1000 اسره وحضرتك، والمنطقه والقاهره نفسها فيها كام 1000 وحده سكنيه اللي هي ذات خطوره، واحنا مقسمين درجات الخطوره. احيا مصر احيا مصر احيا مصر احيا مصر احيا مصر احيا مصر.